Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 6. kitabın 9. ünitesinin 1. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz var, onu okuyacağız. Bu ünitede bahsedeceğimiz konu ahdâsü tabi'iyye. Tabiat olayları, doğal olaylar. Tam tabiat olayları. Öncelikle ünitemizin kelimelerini okuyoruz. Sonra anlamaya çalışacağız. Kelimeleri tekrar edelim. Kârife, kevâris. Kârife, cemuha kevâris. Tabi'iyyun, tabi'iyyun. Zilzâl, zelzele, yüzelzilu, zilzâl. Demmere, yudemmiru, mudemmir. Mudemmir. Demmere, yudemmiru, tedmir. Ve ismül fâil, mudemmir. İnkaz. Hâzâ enkaze yunkizu inkaz. Katil. Cemuha katla. Mikyas. Cemuha mekayis. Mikyas mekayis. İhtiyat. İhtiyat. Hendesiyyun. Hendesiyyun. Yenfeciru. İnfecera. Yenfeciru. Burkan. Hâzâ cemuha berâkîn, burkân, berâkîn. Humem, humem. Munsahir, insahara, yensahiru, munsahir. Naam. Ramâd, ramâd. Tetetâyeru, tetetâyeru. Mevce, mevce, mevcât. Neca, neca, yencu. Ceffe, ceffe. Hâce. Hace, feyadan, küsuf, küsufu şems, husuf, husuful kamer, kurs, kurs, cemuha, akras. Hâzihi kelimâtu ders. Elâ nuhâvul en nefhem ma'ani hâzihi kelimât. Kelimetu kârife, cemuha kevârif. El-kârife ma ma'na? El-kârife ma'na el-musîbe. مصيبة عظيمة ولكن هذا مصيبة مشكلة هذا بصيبة like إذا كان كارثة هذا مصيبة عظيمة وهذا خراب واسع خراب واسع سنقول الكوارث الطبيعية ما معنى الكوارث الطبيعية يعني هذه الناتجة عن الطبيعة مثل مثلا الزلزال مثل الفيضانات مثل الأعاصير هكذا طبيعي هذا اسم منصوب إلى طبيعة ومثلا نقول أيضا نستخدم هذه الكلمة أمر طبيعي ما معنى يعني هذا أمر عادي هذا أمر مألوف يعني الناس تعبدوا هذا الأمر نقول طبيعي مثلا هكذا زلزال هذا زلزال من فعل زلزلة زلزلة هذا مصدر فعل زلزلة يزلزل زلزال طبعا زلزال معناه يعني هزة أرضية طبيعية هزة أرضية طبيعية طبعا تنشأ هذا نتيجة تزحزح في الصخور تحت الأرض أو يعني تحرر الضغط المتراكم في تحت الأرض يعني هكذا يظهر تكون الزلازل كلمة مدمر هذا اسم فاعل من فعل دمر دمر يدمر تدمير واسم فاعل مدمر إذن هناك اسم مفعول مدمر طبعا مدمر من فعل دمر هذا طبعا مثلا نقول سلاح مدمر معناه سلاح مهدم لكل شيء يهدم كل شيء يحطم نعم إذن مدمر هذا اسم مفعول سنقول بلد مدمر ما معنى مهدم مهدم أو محطم يعني دمرت كل الأشياء كلمة إنقاذ أنقذ ينقذ إنقاذ من فعل أنقذ هذا مصدر مثلا إنقاذ الشيء مثلا تخليص خلصه أنقذه مثلا نقول وصلت سيارة الإنقاذ سيارة الإنجاد أو هذا سيارة تخلص الناس
من الهلاك، تخلص الشخص من الهلاك، تخليص الشخص من الهلاك. ممكن نقول أيضا انتشال، إنقاذ الحطام مثلا انتشاله، بمعنى هكذا. قتيل، كلمة قتيل جمعها قتلى، أو ممكن يستخدم جمعه قتيلون أو قتلى هكذا. هذا صفة ثابتة للمفعول من فعل قتالة، بمعنى يعني مقتول، مقتول. نعم. مقياس، هذا جمعها مقاييس، مقياس جمعها مقاييس. مقياس بمعنى المعيار أو مقدار، بمعنى هكذا. المقياس طبعا معناه يعني اسم آلة من قاسة، من فعل قاسة، هذا اسم آلة. هذا الشيء طبعا ما يقاس به من أداة أو آلة، مثلا كالمتر أو نحوه، يعني مثله هكذا. احتياط، هذا من فعل احتاط، يحتاط جمعها احتياط، مثلا احتياط وقائية، وقائية يعني هذا ما يتخذ من إجراءات لمنع مكروه. هذه الإجراءات يتخذ من الشيء الذي يعني يتخذ من إجراءات لمنع، ليمنع المكروه، ليمنع الكوارث، ليمنع الأمراض، ليمنع الحوادث المضرة هكذا. يعني مثلا الاحتياط واجب، نقول مثلا هندسي، هندسي هذا اسم منصوب إلى الهندسة. هندسي أيضا ممكن نقول مثلا الهندسي العالم بالهندسة النظرية، مثلا نقول الهندسي هذا عالم. انفجر، ينفجر انفجار، هذا انفجرت القنبلة مثلا نقول. إذا نقول انفجر الماء بمعنى، أو انفجر ماء العين بمعنى نبع أو تدفق. سأيضا نقول انفجر الصبح بمعنى ظهر الصبح. بركان، هذا جمعها براكين، بركان جمعها براكين. مثلا هذا بركان فتحة في القشرة العرضية في الجبل، طبعا تكون في الجبل، ويكون في الغالب، غالبا يكون مخروطي الشكل يعني. ونقول مثلا بركان الثائر، يعني بركان ثائر بمعنى حي، بركان حي، بركان نشيط، نشيط يعني هناك حركة. عكسها بركان الخامد مثلا، خامد لا يتحرك يعني. حمم، هذا حمم صخور مذابة تصل إلى سطح الأرض، صخور مذابة تصل إلى سطح الأرض. طبعا كيف؟ عن طريق البراكين. بعد البراكين، عندما انفجر البركان، هناك يخرج الهمم، تخرج الهمم المنصهرة، طبعا هذا عن طريق البراكين. مثلا همم بركانية، الحمم البراكين، يعني هذا مواد، حمم البراكين بمعنى مواد منصهرة تتدفق من البراكين، تتدفق من البراكين. منصهر، هذا انصهر، ينصهر انصهار، هذا اسم الفاعل منصهر، منصهر. انصهر بمعنى ذاب، ذاب. مثلا انصهر المعدن بمعنى ذاب، سنقول ينصهر مادة ألمنيوم بدرجة كذا مثلا، هكذا نقول. رماد، هذا الشيء الذي يتخلف من احتراق المواد، من احتراق أي المواد، الأخشاب، هذا يتخلف الرماد. تتطاير، هذا تتطاير، يتطاير، تتطاير بمعنى تفرق وتناثر، تفرق وتناثر. مثلا نقول تطاير السحاب في السماء مثلا، بمعنى انتشر، انتشر السحاب. مثلا تطاير الناس، تفرقوا أو يعني أو أسرعوا، بمعنى أسرعوا أيضا. موجة، هذا جمعها موجات أو أمواج،
نحن نرى أكثر مثلا أمواج، هكذا مثلا نقول أمواج البحار، أمواج البحار، أمواج. ففعل نجا، نجا ينجو، سنقول نجا الشخص من الشر بمعنى سلم وسلم أو خلص من أي مشكلة، يعني هكذا. ممكن أيضا نقول مثلا الشخص نجا الأسيرة بمعنى خلصه، ممكن خلص أو أيضا ممكن نستخدم بمعنى خلص. جف هذا فعل أيضا، جف مثلا جفت الأرض بمعنى يبست، يبست بعد رطبة بعد ندى، يعني يبست. جف المداد بمعنى نشفت، مثلا نقول جفت البئر بمعنى يعني لم يعد فيها ماء، أي يبست أو نشفت، يعني لم يوجد، لا يوجد بعد ذلك الماء، يعني نقول جف البئر. هاجة يهيج، هذا هيجان، كلمة تركية نستخدم هياجان، هذا كلها مصدر. مثلا حاجة العواصف ليلا بمعنى اضطربت أو تحركت، هكذا. مثلا هاج الغاضب، هاج بمعنى ثار، صخب أو ماج، ممكن بهذه الطريقة نشرح هذه الكلمة. فيضان، هذا فيضانات جمعها، مثلا فاض النهر، مثلا طغيان النهر بسبب الأمطار الغزيرة الكثيرة، هكذا. كسوف، هذا كسوف الشمس، مثلا نقول احتجاب نور الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها، يعني بين الشمس وبين الأرض، يعني يحدث، متى يحدث؟ بوقوع القمر بين الشمس وبين الأرض. خسوف القمر، هذا ذهاب نور القمر عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس، هكذا. قرص جمعها أقراص وقراص أيضا، يعني القرص بمعنى قطعة مبسوطة مستديرة، مثلا القرص من الشمس بمعنى عين الشمس، يعني قرص الشمس معنى عين الشمس. هناك تعبيرات الدرس، هزة أرضية هذا زلزال زلازل، كوارث طبيعية، كارثة جمعها كوارث طبيعية، ينابيع معدنية، هذا ينبوع جمعها ينابيع معدنية، الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري، هذه أصبحت مشكلة عالمية. الآن نستمع هذا النص ونحاول أن نفهم، هيا تفضلوا. استمع واقرأ. إذا غضبت الطبيعة فإنها تأخذ أرواح آلاف من البشر، هذا ما قاله الإنسان في الماضي، أما الآن فقد عرف الإنسان أنها كوارث طبيعية تحدث نتيجة لأسباب معينة في مناطق مختلفة من العالم. لقد ظهر مرة على شاشة التلفاز مشاهد مؤلمة لزلزال عنيف ضرب مدينة بام الإيرانية، حيث كانت الأبنية والبيوت مدمرة بالكامل، ورجال الإنقاذ يحاولون إنقاذ من بقي حيا، وقد بلغ عدد القتلى حوالي 70,000 قتيل من الرجال والنساء والأطفال. وهذه الزلازل تحدث نتيجة لحركة في طبقات الأرض تؤدي إلى احتكاك بعضها ببعض، وقد وضع العالم الأمريكي ريختر مقياسا لقياس درجة حركة الهزة الأرضية، وقسم المقياس إلى 12 درجة، فإذا وصلت الهزة إلى 6 درجات أو أكثر فهذا يعني أن الهزة كبيرة. إن أكبر هزة حصلت وصلت إلى 9 درجات بمقياس ريختر، وقد حدثت في تشيلي عام 1960 للميلاد. ويرى العلماء ضرورة أخذ الاحتياطات لتقليل المخاطر بتقوية المباني واستخدام أساليب هندسية جديدة في البناء، وقد قامت عدة دول بهذا كاليابان وتركيا. وتعد البراكين أيضا من الكوارث الطبيعية المرعبة،
فالبركان ينفجر نتيجة حركات في باطن الأرض. نعم، نستمر من الخلف أيضا. مرتان. تؤدي إلى خروج الحمم المنصهرة، فحيثما ينفجر بركان ترتفع منه غيوم الدخان والرماد، وتتطاير الصخور إلى مسافات بعيدة، ثم يبدأ بإرسال أمواج من الحمم السائلة التي تندفع في كل اتجاه، فتبتلع القرى وتقتل البشر وتحرق الأخضر واليابس. وعلى الرغم من أنها تجلب الدمار، إلا أنها تجلب بعض المنافع التي يستفيد منها الإنسان، فمعظم المعادن تخرج من البراكين مثل الماس والذهب والفضة والرصاص وغيرها، كما أن الينابيع المعدنية الحارة التي يستخدمها الإنسان للاستحمام ومعالجة الأمراض هي مظهر من مظاهر البراكين. نعم، هي مظهر من مظاهر البراكين. الآن نستمع ونقرأ مع بعض. حاضرون؟ يلا. إذا غضبت الطبيعة فإنها تأخذ أرواح آلاف من البشر، هذا ما قاله الإنسان في الماضي، أما الآن فقد عرف الإنسان أنها كوارث طبيعية تحدث نتيجة لأسباب معينة في مناطق مختلفة من العالم. نعم، أنتم. إذا غضبت الطبيعة فإنها تأخذ أرواح آلاف من البشر، هذا ما قاله الإنسان في الماضي، أما الآن فقد عرف الإنسان أنها كوارث طبيعية تحدث نتيجة لأسباب معينة في مناطق مختلفة من العالم. لقد ظهر مرة على شاشة التلفاز مشاهد مؤلمة لزلزال عنيف ضرب مدينة بام الإيرانية، حيث كانت الأبنية والبيوت مدمرة بالكامل، ورجال الإنقاذ يحاولون إنقاذ من بقي حيا، وقد بلغ عدد القتلى حوالي 70,000 قتيل من الرجال والنساء والأطفال. نعم أنتم. لقد ظهر مرة على شاشة التلفاز مشاهد مؤلمة لزلزال عنيف ضرب مدينة بام الإيرانية، حيث كانت الأبنية والبيوت مدمرة بالكامل، ورجال الإنقاذ يحاولون إنقاذ من بقي حيا، وقد بلغ عدد القتلى حوالي 70,000 قتيل من الرجال والنساء والأطفال. وهذه الزلازل تحدث نتيجة لحركة في طبقات الأرض تؤدي إلى احتكاك بعضها ببعض، وقد وضع العالم الأمريكي ريختر مقياساً لقياس درجة حركة الهزة الأرضية، وقسم المقياس إلى 12 درجة، فإذا وصلت الهزة إلى 6 درجات أو أكثر فهذا يعني أن الهزة كبيرة. نعم أنتم. وهذه الزلازل تحدث نتيجة لحركة في طبقات الأرض تؤدي إلى احتكاك بعضها ببعض، وقد وضع العالم الأمريكي ريختر مقياساً لقياس درجة حركة الهزة الأرضية، وقسم المقياس إلى 12 درجة، فإذا وصلت الهزة إلى 6 درجات أو أكثر فهذا يعني أن الهزة كبيرة. إن أكبر هزة حصلت وصلت إلى 9 درجات بمقياس ريختر، وقد حدثت في تشيلي عام 1960 للميلاد، ويرى العلماء ضرورة أخذ الاحتياطات لتقليل المخاطر بتقوية المباني واستخدام أساليب هندسية جديدة في البناء، وقد قامت عدة دول بهذا كاليابان وتركيا. نعم أنتم من هنا. إن أكبر هزة حصلت وصلت إلى 9 درجات بمقياس ريختر، وقد حدثت في شيلي عام 1960 للميلاد، ويرى العلماء ضرورة أخذ الاحتياطات لتقليل المخاطر بتقوية المباني واستخدام أساليب هندسية جديدة في البناء،
وقد قامت عدة دول بهذا كاليابان وتركيا. وتعد البراكين أيضا من الكوارث الطبيعية المرعبة، فالبركان ينفجر نتيجة حركات في باطن الأرض. أنتم وتعد البراكين أيضا من الكوارث الطبيعية المرعبة، فالبركان ينفجر نتيجة حركات في باطن الأرض تؤدي إلى خروج الحمم المنصهرة، فحيثما ينفجر بركان ترتفع منه غيوم الدخان والرماد، وتتطاير الصخور إلى مسافات بعيدة، ثم يبدأ بإرسال أمواج من الحمم السائلة التي تندفع في كل اتجاه، فتبتلع القرى وتقتل البشر وتحرق الأخضر واليابس. نعم أنتم، تؤدي إلى خروج الحمم المنصهرة، فحيثما ينفجر بركان ترتفع منه غيوم الدخان والرماد، وتتطاير الصخور إلى مسافات بعيدة، ثم يبدأ بإرسال أمواج من الحمم السائلة التي تندفع في كل اتجاه، فتبتلع القرى وتقتل البشر وتحرق الأخضر واليابس. وعلى الرغم من أنها تجلب الدمار، إلا أنها تجلب بعض المنافع التي يستفيد منها الإنسان، فمعظم المعادن تخرج من البراكين مثل الماس والذهب والفضة والرصاص وغيرها. نعم أنتم، وعلى الرغم من أنها تجلب الدمار، إلا أنها تجلب بعض المنافع التي يستفيد منها الإنسان، فمعظم المعادن تخرج من البراكين مثل الماس والذهب والفضة والرصاص وغيرها، كما أن الينابيع المعدنية الحارة التي يستخدمها الإنسان للاستحمام ومعالجة الأمراض هي مظهر من مظاهر البراكين. نعم، كما أن الينابيع المعدنية الحارة التي يستخدمها الإنسان للاستحمام ومعالجة الأمراض هي مظهر من مظاهر البراكين. الآن نحاول أن نفهم هذا النص ونتحدث عن الزلازل قليلا. الآن نتحدث عن الزلزال، جمعها زلازل. طبعا الزلزال يعني من الكوارث الطبيعية الكبيرة والمهمة. طبعا ظل هذا المفهوم يعني الزلزال وكيف تحدث الزلازل وأسباب الزلازل، يعني ظل هذه الأشياء أمورا غامضة، يعني غامضة حتى متى؟ حتى بداية القرن العشرين، يعني بداية القرن العشرين هذه الأمور يعني كانت غامضة. ومتى عرف الزلزال؟ طبعا بعد ظهور علم الزلازل، علم الزلازل هذا بالإنجليزية سيسمولوجي. نعم، وبهذا العلم استطاع أو هذا العلم استطاع تقديم إجابات لكل الأسئلة المبهمة التي تتعلق بهذه الزلازل. طبعا يعرف الزلزال، كيف يعرف الزلزال؟ بأنه عبارة عن حدوث أي اهتزاز، أي هزة مفاجئة للأرض بسبب مرور موجات الزلزالية عبر الصفائح الصخرية الموجودة تحت سطح الأرض عند تحركها، حيث طبعا نتيجة ذلك ماذا يحدث؟ ينتج عن هذه الحركة كمية كبيرة من الطاقة، وهذه الطاقة تتسبب بإنتاج تلك الموجات المدمرة، أو تلك الموجات المدمرة تسبب إلى طاقة كبيرة. وشهد كوكب الأرض العديد من الزلازل التي حدثت عبر مر التاريخ وفي أنحاء متنوعة منها. مثلا العلماء الخبراء يرى، الخبراء الجيولوجية، بأنه لا يوجد مكان على سطح الأرض
غير معرض لخطر حدوث الزلازل، أن لا يوجد أي مكان لم يحدث زلازل، هذا ليس ممكن. يعني في كل الأماكن، كل الأماكن تعرضت لخطر الزلازل، لكن هذه الأخطار تختلف يعني بشدتها، هكذا تختلف شدتها، ولكن تقريبا في كل أماكن العالم حدثت الزلازل. مثلا يعني تحدث آلاف من الزلازل كل يوم، كل يوم تحدث الآلاف من الزلازل، ولكن بعضا من هذه الزلازل يكون تأثيره بسيطا جدا، في حين ولكن قد يكون بعضها الآخر مدمرا جدا، يكون ذو قوة هائلة، قوة كبيرة، وتؤدي هذه الزلازل إلى مقتل الأشخاص، إلى قتل الأشخاص الكثيرين، وأيضا يؤدي إلى تدمير الممتلكات والبنى التحتية، البنية التحتية، وهكذا يعني تؤدي إلى أضرار كثيرة، يعني قد تؤدي بعض الزلازل الكبيرة. والإحصائيات تشير إلى أن الزلازل أدت إلى مقتل ما يزيد عن مليون شخص، أكثر من مليون شخص في القرن العشرين فقط، في القرن العشرين فقط مات أكثر من مليون شخص بسبب الزلازل. الآن نقرأ النص ونحاول أن نفهم. يقول: إذا غضبت الطبيعة فإنها تأخذ أرواح آلاف من البشر. هذه الجملة، هذا ما قاله الإنسان في الماضي. ماذا قال الإنسان عن الزلازل؟ هذه الجملة، قالت هذه الجملة ماذا؟ لأن الناس في الماضي كانوا لا يعرفون كيفية حدوث الزلازل وأسباب الزلازل، لذلك ليشرحوا مفهوم الزلزال قالوا هذه الجملة: إذا غضبت الطبيعة فإنها تأخذ أرواح آلاف من البشر، يقتل البشر. عندما غضبت الطبيعة كيف تهتز وتأخذ أرواح آلاف من البشر، قال الإنسان في الماضي. طبعا أما الآن فقد عرف الإنسان أنها يعني أن الزلازل كوارث طبيعية، هذه كارثة طبيعية، حوادث طبيعية، وتحدث نتيجة لأسباب معينة في مناطق مختلفة من العالم، وهذه الكوارث تحدث نتيجة بعض الأشياء، نتيجة بعض الأشياء، أسباب معينة لها، أسباب معينة. نعم، عرف الإنسان ذلك، ولكن قبل أن يعرف هذا الأمر بشكل علمي، يقول هذا: إذا غضبت الطبيعة فإنها تأخذ أرواح آلاف من البشر. نعم، هنا يعطي لنا مثالا: لقد ظهر مرة على شاشة التلفاز، لقد رأينا على شاشة التلفاز مشاهد مؤلمة، مشاهد أليمة جدا، حزينة، مشاهد لزلزال عنيف ضرب مدينة بام الإيرانية في إيران، هذه المدينة اسمها بام، ضرب هذه المدينة هذا الزلزال الكبير، ورأينا مشاهد هذا الزلزال، مشاهد مؤلمة. حيث كيف كانت هذا الزلزال؟ حيث كانت الأبنية والبيوت مدمرة بالكامل، هذا الزلزال دمر الأبنية والبيوت بالكامل، دمر بالكامل. وفي هذه المشهد، في هذه المشاهد طبعا هناك رجال الإنقاذ يحاولون إنقاذ من بقي حيا، يبحثون عن أشخاص، شخص حي بين البيوت المدمرة، بين الأبنية المدمرة هكذا. وقد بلغ عدد القتلى حوالي 70,000 قتيل من الرجال والنساء والأطفال. بلغ عدد القتلى، قتلى جمع كلمة قتيل جمعها قتلى، عدد القتلى كم؟
سبعين ألف قتيل، 70,000 شخص مات. هذا طبعا بعضه الرجال، بعضهم النساء، بعضهم أطفال، هكذا. وهذه الزلازل طبعا تحدث نتيجة لحركة في طبقات الأرض. كيف تحدث هذه الزلازل؟ طبعا تحدث نتيجة لحركة في طبقات الأرض. هناك تحت الأرض طبقات، وهذه الطبقات تتحرك. طبعا كثيرا نحن لا نشعر بهذه الحركات، ولكن هذه الطبقات تتحرك دائما. وعندما تحركت هذه الطبقات تؤدي إلى احتكاك بعضها بعض، يعني تحتك تحت تؤدي إلى احتكاك، يحتك بعضها بعضا. وبعدما بعد احتكاك هذه الطبقات هناك تظهر القوة الهائلة، القوة الكبيرة، وتكون زلزال، يعني يكون زلزال هكذا. وقد وضع العالم الأمريكي ريختر مقياسا لقياس درجة حركة الهزة الأرضية، ووضع مقياس لماذا؟ لقياس درجة حركة الهزة الأرضية. نحن نسمع دائما هذا مقياس ريختر. وهذا العالم ريختر قسم المقياس إلى 12 درجة، وإذا وصلت الهزة 12 درجة، فإذا وصلت الهزة إلى 6 درجات أو أكثر، إذا وصلت إلى 6 درجات أو أكثر، يعني فهذا معناه أن الهزة كبيرة، فهذا يعني أن الهزة كبيرة. إذا كان أكثر من 6 درجات، أحيانا إذا كان أكثر من 5 درجات نقول هذا الزلزال كبير يعني. لكن إذا كان أكثر من 6 درجات أو 7، هذا يكون زلزالا كبيرا جدا. إن أكبر هزة حصلت في الأرض، يعني أن أكبر هزة حصلت في الأرض وصلت إلى 9 درجات بمقياس ريختر. هناك ريختر قسم المقياس إلى 12 درجة، ولكن أكبر هزة أرضية حصلت في الأرض يعني وصلت إلى 9 درجات، يعني 9 درجات بمقياس ريختر. هذا درجة كبيرة، هذا يعني هزة كبيرة جدا يعني. طبعا هذه الهزة حدثت في شيلي، تاشا نقول شيلي، تشا حرف تشا تكتب في العربية تا وشا هكذا. متى حدثت هذا الزلزال؟ عام 1960 للميلاد هكذا. ويرى العلماء ضرورة، وفي النهاية نقول يعني، ويرى العلماء، يفكر العلماء ضرورة أخذ الاحتياطات لتقليل المخاطر بتقوية المباني واستخدام أساليب هندسية جديدة في البناء هكذا. طبعا يرى العلماء، يعني ماذا يرى؟ يعني يفكر أخذ الاحتياطات، يجب على الإنسان، يجب على الناس أن يأخذوا الاحتياطات قبل الزلازل. لماذا؟ ليقلل المخاطر، ليقلل الأضرار. كيف نأخذ الاحتياطات؟ مثلا بتقوية المباني، نقوي المباني أو نبني المباني بشكل قوي، يعني بشكل سليم هكذا. أو كيف نأخذ الاحتياطات؟ نستخدم أساليب هندسية جديدة في البناء، نستخدم أساليب هندسية جديدة في البناء. طبعا قامت عدة دول بهذا كاليابان وتركيا، قامت يعني بأخذ الاحتياطات. بعض الدول مثل اليابان، اليابان طبعا مشهورة في أخذ الاحتياطات لتقليل المخاطر. وتركيا يعني بدأت قبل سنوات يعني تأخذ الاحتياطات لتقليل، ليقلل الأضرار الزلازل هكذا. طبعا عندما رأت تركيا أضرار كبيرة كبيرة للزلازل، بدأت تأخذ الاحتياطات. طبعا هذه الاحتياطات مهمة. هنا شيء آخر يتحدث هذا الناس، تعد البراكين، هنا يتحدث عن البراكين. تعد البراكين أيضا من الكوارث الطبيعية المرعبة،
المرعبة بمعنى المخيفة. تعد البراكين أيضا من الكوارث الطبيعية المرعبة. ربما في تركيا لا نرى كثيرا، ولكن في القديم يعني ظهرت هذه الكوارث في تركيا أيضا يعني. فالبركان ينفجر نتيجة حركات في باطن الأرض. البركان متى ينفجر؟ نتيجة حركات في باطن الأرض. هناك حركة في باطن الأرض، نتيجة هذه الحركة ينفجر البراكين. نعم، متى ينفجر البراكين؟ نتيجة حركات في باطن الأرض. وهذه الحركات، طبعا هذا الانفجار تؤدي، هذه الحركات تؤدي إلى خروج الحمم المنصهرة. نعم، بسبب هذه الحركات تخرج الحمم المنصهرة. فحيثما ينفجر بركان ترتفع منه الغيوم، منه غيوم الدخان والرماد. نعم، عندما انفجر البركان ترتفع تخرج، هناك نرى غيوم الدخان والرماد، فتتطاير هذا الرماد وتتطاير الصخور إلى مسافات بعيدة. طبعا هذا الرماد والصخور تخرج بقوة، تخرج بسرعة، لذلك تتطاير تتناثر إلى مسافات بعيدة. ثم يبدأ بإرسال أمواج من الحمم السائلة، ثم يرسل أمواج الحمم السائلة والتي تندفع في كل اتجاه. طبعا هذه الحمم يعني تتجه في كل اتجاه، لأن يعني هذا تخرج من قمة الجبل وتندفع إلى كل اتجاه. وهذه الحمم السائلة تبتلع القرى، تأكل القرى، تبتلع القرى وتقتل البشر، تقتل البشر وتحرق الأخضر واليابس، يعني تحرق كل الأشياء الذي في أمامه. ماذا رأى في أمامه؟ يعني تحرق الأخضر واليابس، لا يوجد الفار. وأيضا يعني البراكين كوارث طبيعية كبيرة مهمة أيضا. وعلى الرغم من أنها تجلب الدمار، يعني البراكين تؤدي إلى الدمار، إلى الأضرار الكثيرة، على الرغم من ذلك إلا هناك شيء آخر، أنها تجلب بعض المنافع التي يستفيد منها الإنسان، في نفس الوقت تجلب بعض الفوائد ويستفيد منها الإنسان. يعني البراكين تؤدي إلى الدمار وتؤدي إلى بعض المنافع أيضا يعني. فمعظم مثلا هنا معظم المعادن تخرج من البراكين، معظم المعادن تخرج بسبب البراكين أو تخرج من البراكين، مثلا مثل الماس والذهب والفضة والرصاص، كل هذه المعادن تخرج من البراكين، الماس والذهب والفضة والرصاص وغيرها من المعادن يعني تخرج من البراكين. كما أن أيضا أن الينابيع المعدنية الحارة، الماء، أما مياه الينابيع المعدنية الحارة، كيف هذا تخرج، ينبع هذه الينابيع بسبب البراكين. نعم، أن الينابيع المعدنية الحارة التي يستخدمها الإنسان للاستحمام، هذه الينابيع المعدنية الإنسان يستخدمها للاستحمام، يستحمون الناس، يستحمون بهذه الينابيع المعدنية، ويستخدمون هذه المياه معالجة الأمراض، في معالجة الأمراض، وهي مظهر من مظاهر البراكين. يعني بسبب البراكين هذه الينابيع المعدنية الحارة تخرج من الأرض. هكذا يكفي لنا أن نتحدث هكذا. هناك الأسئلة عن هذا النص، أجب عن الأسئلة الآتية: ماذا فعل زلزال بام؟ ماذا فعل زلزال بام؟ بام ديبريمي نيابت.
بام دي بريمنير طبعا. ماذا فعل زلزال بام؟ مثلا هذا الزلزال طبعا دمر الأبنية والبيوت بالكامل، يعني هذا أثر تأثيرا سلبيا كبيرا في مدينة بام الإيرانية. هكذا طبعا أدت إلى كيف طبعا إلى قتل 70,000 شخص، يعني من الرجال والنساء والأطفال هكذا. من هو ريختر وماذا فعل؟ ريختر كيمدر وماذا فعل؟ وأنا يابت ريختر كيمدر وأنا يابت ريختر طبعا هو عالم أمريكي، وهو ماذا فعل؟ هو اخترع آلة جديدة، أو اخترع مقياسا لقياس كيف درجة الزلازل، درجة الهزات الأرضية. ريختر الآن هو مشهور، مقياس الريختر لقياس الزلازل. ماذا يفعل البركان حينما ينفجر؟ Patladığı zaman volkan ne yapıyor? Maza yefalu burkan. Volkan ne yapıyor? Hinema yenfeciru. Patladığı zaman ne yapıyor? Taban indema infecara burkan taban yahruç minhu el guyum el duhan ve ramat ve tetatayar el suhur ila mesafatin ba'ide. عندما ينفجر البركان يخرج الحمم المنصهرة أيضا، والبركان يرسل أمواج من الحمم السائلة التي تندفع في كل اتجاه، وهذه الحمم السائلة تبتلع القرى وتقتل البشر وتحرق الأخضر واليابس هكذا. ما المنافع التي يجلبها انفجار البركان؟ Volkanların patlamasının getirdiği faydalar nelerdir؟ ما المنافع؟ Faydalar nelerdir? Elleti yeclubuha getiriyor. İnficarul burkan, volkan patlamasının yeclubu celebe yeclubu getirmek demek değil mi? Yeclubuha onları getiriyor o faydaları. İnficarul burkan, volkan patlamalarının getirdiği faydalar nelerdir? Taban yani alel rağmi ennel barakin يؤدي إلى الدمار ويؤدي إلى قتل كثير من الناس، إلى كيف ويدمر الأبنية هكذا، ولكن على الرغم من ذلك البراكين تجلب بعض المنافع الكثيرة. مثلا المعادن، كثير من المعادن تخرج من البراكين مثل الماس والذهب والفضة والرصاص هكذا. وأن الينابيع المعدنية الحارة التي يستخدمها الإنسان للاستخفاف ومعالجة الأمراض هي مظهر من مظاهر البراكين أيضا، يعني هذه الأشياء مهمة. فولكانران هذه من فوائد البراكين. هل شعرت بهزة أرضية؟ Yer sarsıntısı hissettin mi? Hiç yer sarsıntısı hissettin mi? Sıf şuurak. Duygularını anlat diyor. Siz bu soruları cevaplıyorsunuz ve cevaplarınızı yazıyorsunuz. Bir sonraki dersimizde kontrol ediyoruz. Uktub sahihan amam el ibaratı sahih ve hata amam el ibaratı hata. Doğru ibarelerin önüne sahih, yanlış ibarelerin önüne hata yazınız. Bir tanesini yapalım. İnne zelazile tahtusu neticeten li hareketin fi tabakatil ard. Depremler yer tabakalarındaki hareketlerin neticesinde meydana geliyor. Sahih. İnne zelazil tahtisu neticeten li hareketin fi tabakatil arz. Hada sahih. Sahih. İnne alim Richter vada miqyasen li qiyasi hararati taks. Alim Richter hava sıcaklığını ölçmek için bir ölçek, bir ölçü aleti ortaya koydu. Sahih mi hata? Yani bunları siz cevaplıyorsunuz. İntehâ hâzâ'd-dars. Nerâkum fi'd-dersil kâdim. Ma'a's-selâme.